أهلا بكم في قناتنا، قناة الترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. علي يوسف ورد فعل غامض ومثير للجدل بعد أنباء زواجه من الكويتية هند البلوشي. أحدث المطرب العراقي علي يوسف حالة من الغموض بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أنباء تم تداولها بشأن زواجه من الفنانة الكويتية هند البلوشي والتي يتصدر اسمها الترند السعودي عبر محرك البحث جوجل. وجاء الغموض بسبب رد فعل علي يوسف على ورود اسمه في حساب هند البلوشي عبر تطبيق سناب شات وبجواره خاتم قيل أنه خاتم زواجهما، حيث لم يشارك الفنان العراقي أيا من مقاطع البلوشي، بل شارك عبر خاصية الستوري في حسابه على موقع انستغرام صورة ليده وهي تتشابك في يد زوجته السيدة زهراء وكانت ترتدي في إصبعها دبلة زواجهما. وتعتبر السيدة زهراء أم طفلته الرضيعة ملك، كما أنه ارتبط بزوجته بعد قصة حب جمعتهما منذ الطفولة، وترك رسالة على تلك الصورة قال فيها: كل عام وأنت إم بيتي وإم ابنتي، إما لك الغالية عيد حبيبتي. الأمر الذي اعتبره الغالبية نفيا صريحا حول زواجه من هند البلوشي، واحدث تصرف علي يوسف جدلا بين غالبية رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل بعضهم حول ما إذا كان الفنان العراقي قد تزوج من هند البلوشي دون أن ينفصل عن زوجته الأولى أيضا، أم أن الصورة التي تم نشرها بمثابة محاولة لنفي علاقته بالفنانة الكويتية، فيما ذهب البعض إلى أنه ربما تكون هناك علاقة أو أنه لا يريد الإفصاح عنها حاليا. وبالعودة إلى حساب هند البلوشي في سناب شات، تبين أنها كانت تحتفل بعيد ميلاد طفلتها عبير العوضي من طليقها الفنان مشاري العوضي بمشاركة أصدقائها المقربين وأسرتها، وهو ما كشفت عنه برسالة شكرت فيها صديقاتها بأسمائهن. وغنت هند البلوشي لطفلتها في تلك المناسبة، حيث تفاعلت مع إحدى الأغاني الرومانسية التي استعانت بها في الحفل، وأشارت في الفيديو الذي نشرته إلى حساب الفنان علي يوسف وأرفقت الإشارة برسم تعبيري عبارة عن خاتم، ما اتخذه البعض على أنه إعلان لزواجهما. وفي رسالة تركتها هند البلوشي لابنتها عبر الانستغرام، تمنت فيها بأن تبقى سعيدة وصف إياها ببهجة القلب وشمعة البيت، حيث ظهرتا وهما ترتديان الملابس التراثية الخضراء. وكتبت هند البلوشي في رسالة معايدة: يا نور عيني، يا ابتسامة شفاتي، يا بهجة القلب وشمعة البيت، كل عام وانت بخير، كل عام وانت الخير، وكل عام وعينك هي دواي. والجدير بالذكر أن هند البلوشي كانت متزوجة من الفنان الكويتي مشار العوضي عام 2012، ولديهما من الأبناء عبير وجاسم قبل أن ينفصلا رسميا في عام 2018. ويعتبر الفنان علي يوسف أحد نجوم برنامج اكتشاف المواهب The Voice عام 2015، وانضم حينها لفريق عاصي الحلاني الذي قدم له الدعم حتى الحلقة الأخيرة من الموسم، كما قدم العديد من الألبومات بمختلف اللهجات بين اللبنانية والخليجية والعراقية.